ورجعنا لكم يا جماعه من الفاصل. انا خلاص الديك روم بتاعي الصدور بتاعت الديك روم بتاعي خلاص استوت والكريمه معايا خلاص. انا هبدا احط اعبي الطبق بتاعي. امسك كده دي، لا دي ممكن احتاجها، انا اخدها دي. يلا هعمل كده وهبدا ان انا احط هنا الديك روم بتاعي القطع بتاعته اهي. انا باخد الاول اللحمه يا جماعه عشان اوريكم ان ايه لازم في الاخر نروح منزلين الكريمه كلها كده على الطبق. خلاص انا خلصت برضو هنا، هعمل كده وبرضو هنزل هعمل دي كده، هنزل برضو البسله بتاعتي. خلاص برضو البسله، وهحط العيش بتاعي في النص كده عشان يبقى هيتاكل بيه. بنزل دي كده عليه. كده انا الطبق بتاعي الاول يا جماعه خلص، اللي هو بصدور ديك الديك الرومي. هنبدا بقى نعمل الطبق بتاعنا الثاني اللي هو طبق المكرونه. انا عايز من طبق المكرونه احط دي كده والبدله بتاعتي او الطاسه بتاعتي، واحط شويه الزيت بتاعي. هبدا ان انا اقطع شويه ثوم والتانية كمان محتاجها برضو نفس المسألة. حطهم على جنب كده وامسح هنا السكينة واجيب المشروم بتاعي برضو اقطعه شرايح كمان واحدة. واروح جايب ده كده على جنب وحتة جزرة بسيطة برضو هنعملها رفيع كده. رفيع خالص. خلاص كده. وبرضو امسح سكينتي. انا كده يا جماعه خلصت تقطيع الحاجه اللي انا هشركها مع بعض او هدمجها مع بعض. خلاص انا كده هاخد التوم بتاعي، بعد شويه هعمل كده. اول ما يبدا الريحه بتاعته تطلع بروح حاطط الجزر بتاعي وآخد معلقة تانية من هنا و
شوف كده المايه بتاعتي. المايه بتاعتي خلاص بدأت تغلي. حط شويه الملح بتوعي. وهنزل، لا الاول ننزل ايه اللحمه المدخنه تاخد شويه سوا كده، تلف شويه، وبعدين هبدا انزل المشروم بتاعي في الطاسه واقلب كله، وابدا ان انا اسيبه شويه على بال ما المشروم بتاعي. طبعا احنا قلنا قبل كده في حلقات كتير ان المشروم اصلا مات كله ميه، اول ما مجرد ما بينزل بيشم النار بينزل الميه بتاعته. انا هعمل احط شويه جوز الطيب بسيط قوي في مع الحاجات دي، بسيطه مش كتير. خلاص، وهبدأ ان انا احاول اسويهم كلهم مع بعض كده، والملح بتاعي برضو حط. ابدأ كده في الحالة دي بقى هبدأ انا احط الايه الطلياتيلي بتاعتي. اهو شوية الملح بتوعي، شوية الفلفل، وابدأ اتعامل مع المحلول ده كله. اوطي ناري بقى خالص، وابدأ افكك التلاتين. التلاتين ما تاخدش يا جماعة معايا وقت، طبق ما بياخدش وقت في السلق، يعني النوع ده ما بياخدش كتير في المية. خلاص كده انا عايز بقى انزل شويه من ميه المكرونه بتاعتي اهي، خليها هنا عشان هنحتاجها. ويبدا دولت ايه يضربوا مع بعض كده، هيبقى طالع الطبق فيه كذا لون. نمسح هنا كده، و احنا مستنيين بس يا جماعه التلاتيلي بتاعتنا. البارميجان او الجبنه المبشوره يا جماعه بتتقدم مع الطبق ده جنبيه، يعني ما بتتحطش في الطاسه. بس احنا في الاخر لما هنخلص هنرش شويه عليها، يعني على اساس ان هي بتتاكل باللحمه بالجبنه المبشوره. هنبدا ان احنا بقى ايه نظبط حاجتنا على بال ما التلاتيلي دي تخلص او تنتهي، يعني تستوي. انا هعمل كده، نضف حاجتي. وهنزل دول كمان، ودي مش محتاجها. هنزل حاجتي خلاص كده. شوف الطلياتيلي بتاعتي فاضل لها نص دقيقة وتستوي. لو انتوا كمان عايزين تخلوها تستوي بسرعة، طبعا ممكن تتكمل عادي، يعني ممكن اكمرها احط واغطي عليها. لسه يا دوب الوقت تقريبا اللي فاضل لنا، هنكون خلصنا في الطبق بتاعنا. هو فاضل دقيقة واحدة للتالياتيلي وتبقى مظبوطة. ده يا جماعة يعني عجينة دقيق وبيض وملح. برضو التالياتيلي بتتعمل، وإن شاء الله هنعمل حلقة جديدة تكون فيها برضو إزاي بتتعمل التلاتيلي، لان التلاتيلي دي ممكن تعملي منها الاوراق بتاعت اللازانيا، يعني عجينه بتعمل منها لازانيا، بتعمل منها كانيلوني، بتعمل منها حاجات كتير.
ما وسهله ما فيهاش اي مشكله. انا دلوقتي خلاص انا هطلع السباكيت التالياتيلي بتاعتي اهي كده. طلعت كل التلاتيلي بتاعتي وزي كل مرة شيل دي من هنا كده، وزي كل مرة هنبعد الحلة بتاعتنا دي عشان احنا محتاجين نار قوية، ودي أعلى شعلة في البوتاجاز بتاعنا، فهننقل هنا كده وهنعلي وهنبدأ نشد الطبق بتاعنا، نبدأ نعمل المخاليط كلها بتاعته كده، وهنجيب شوية مية سخنة من مية المكرونة بتاعتنا ونحطها ونرومايولو يعني كابشا. أنا هقطع شوية بقدونس كده على بال ما الطبق ده يخلص. أهو خلاص اجيب الطبق بتاعي واحطه هنا، وابدا ان انا انزل المكرونه بتاعتي التالياتيلي بتاعي. اهو بالطبق ده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله ان يكون الطبقين الجداد دول عجبوكوا. جربوا، مش زي ما بنقول كل مره مش هنخسر حاجه، طعم جديد بيظهر لنا وبنخرج بحاجه جديده وخبره جديده بنغير طعمنا بيها. اتمنى ان يكون الاطباق دي عجبتكم وتحوز اعجابكم. جربوها وان شاء الله احنا معاكم طبعا في قناه ست البيت، عارفين الموقع بتاعنا وبرنامج بونا بيتيتو. اتمنى لكم حظ سعيد مع الاكلات، وبونا بيتيتو التوتي.